ما حكم إحضار الشعراء في مناسبات الزواج مقابل مبالغ مالية تدفع إليهم؟ هذا لا يجوز، إحضار الشعراء وإقامة إقامة العرضات للرجال والغناء بالأشعار، هذا لا يجوز، إنما هذا خاص بالنساء فيما بينهن. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعلان النكاح وأن يضرب عليه بالدف، وهذا في حق النساء فيما بينهن، يضربن الدف في محضر النساء وينشدن ما يعرفن من الأشعار النزيهة، ولا يسمعهن الرجال، ولا يكون عندهن مكبر صوت ولا مسجلات، وإنما فيما بينهن صوت مجرد، وضرب الدف فيما بينهن هذا الذي جاءت به السنة. أما الرجال فإنهم يجلسون ويحمدون الله ويشكرونه ويأكلون من الطعام المعد لهم ويشربون من القهوة ومما يقدم لهم ويشكرون الله على نعمته ويتركون هذه العادات السيئة. نعم.